هذا البرنامج برعاية تابس للمنح الدراسية دونتس تايم. هذا البرنامج برعاية تابس للمنح الدراسية دونتس تايم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم، ربي يسعد مساكم ويعطيكم ألف ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد على برنامج إثراءات رمضانية. بحب أذكر وأقول أنه برنامجنا برعاية تاتس الآن للمنح الدراسية، زائد دونتس تايم للحلويات. ربي يسعد هالمساء يا رب ويعطيكم الصحة والعافية. طبعا احنا أوشكنا على نهاية رمضان، فخلينا نكون أول الناس اللي نعيد عليكم إن شاء الله، ونقول لكم كل عام وانتم بخير وتقبل الله الطاعات إن شاء الله، وينعاد عليكم بالصحة والعافية وبالنجاحات والإنجازات بإذن الله. طبعا حصتنا أو حصتنا حلقتنا لليوم متعود أنا وإيمان زيك سبحان الله، حلقتنا اليوم إخوان راح تكون حلقة مميزة أكيد أكيد جدا وفرفوشة. خلينا نقول جدا معنا الاستاذ ايمن سعاده. اهلا وسهلا استاذ ايمن، كيف صحتك؟ طبعا روحي طلعت من اول رمضان، اقول له اطلع اطلع يا ايمن اطلع يا ايمن. واليوم ايمن بدي ابدا على السريع على السريع، بديش استنى، يلا روح ادعس. سؤالي الاول، طبعا كل اسئلتي مباغته، انت شايفني معجوق قبل البث وتنادي علي وهذا، بس انا كله هنا مرتب. سيدي ما في مشكله. شو قصه جهاد؟ جهاد 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 علاقه ابو جهاد ابو جهاد احنا كثير ذكرنا قصه ابو جهاد وجبنا سيره ابو جهاد في رمضان كثير. بالضبط، بس هم ما بيعرفوا انك انت المعني رقم واحد مع ابو جهاد. مع ابو جهاد، ابو جهاد سيد العزيز هذا حلاقي من وانا صف ثامن. وين احنا مش مش مش, مش مشكله هذا كان الزلمه من وانا صف ثامن قبل سنتين، وهو بيشتغل في ماركه. حلو حلو، وبحلق شغير عنده. تعرف متعود حلاق، صعب انك تروح تلاقيه. اكيد بالضبط. الزلمه شاف يسكت وراح جرش. ممتاز، طلع عجرش، فتح محل في الجرش. الله يفتح عليك. الله لحقته. فصرت تروح تحلق عنده بس. ابدا، وبشتري ليفل الجرشيه من مره، يعني مشوار واحد تكسب فيه كرمال. عليك عليك سيدي، والله عافيه عليك سيدنا. يعني ولائك وانتمائك لابو جهاد يعني لا يقدر، مش طبيعي. فهذا لازم يطلع لي خصم يا ابو جهاد، الله يرضى عليك. والله ابو جهاد لازم يكون معنا، والله لازم استضفنا اليوم تحديدا يعني حلقه اليوم انت بتحكي عنه. لازم سمينا الحلقه، هذه الحلقه برعايه صالون بيبرز. لا في اشي اهم من هيك، اللي هو في اسفايل هاي خليها لها وقت. انا دخلت موجود، دخلت الدعجة كلها عشان تربح لك البي اس 5. والله جد خلص يا رب، قلت بيعمل فيها بي اس 5 اليوم ان شاء الله خير. يا رب، يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ربي يسعد مساكم واهلا وسهلا فيك استاذنا. واخيرا نورتنا يعني، الله يسعد هالمساء يا رب. وجودك يا رب خير استاذنا. شوف اليوم انا بدي اكون معك بمنتهى الشفافيه، بدنا نحكي انا وياك بكل صراحه، نحط صحبتنا على جنب شوي، نحكي الان باهم الشغلات اللي انا وياك دائما نتناقش فيها. نبداها، رح نيجي لجيل 2005. بعرف شو بتعمل لهم انت، قاعد شو بتجهز لهم، لكن انا 2006 دائما نتناقش وياك بشكل حاد، يا ايمن ليش ما تصور ل 2006؟ شو بتستنى؟ نعم. وانا اللي فهمته منك من الاسبوع هذا انت انطلقت بتصوير 2006. بالضبط. نعم. ليش التاخير هذا بوجهه نظرك؟ والله يا اخوان بدون رسميات، هذا الزلمه دائما داق فيه، انت متاخر، انت ما نزلت لجيل 2006، كل الدنيا نزلت تاسيس، انت لسه ليش متاخر؟ شو بتستنى؟ مبدئيا بالنسبه لجيل 2006 دكتور، انا راح احكي لك اياها قدام الجماعه، يعني عمري ما حكيت لك انا السبب. لا، جيل 2006 الله يبارك فيكم، انا مبدئيا ما بلشت، الكل بلش بكير. اغلب الطلاب الاجيال السابقه جيل 2003 جيل 2004 واللي قبلهم كمان، عاده احنا بنبلش معهم في شهر 7. تبلش من الان، انا ما بدي اياك تكون مثل الارنب السريع اللي بلش منطلق بشكل سريع، تتعب في نص الطريق، ولا تكون مثل السلحفاة البطيئه ووقفت. لا، انت بلش على الوقت تماما عشان تبدا بالشكل الصحيح بشكل روي، وان شاء الله باذن الله تعالى بتختم في الوقت، لانه في ناس قبلكم اصلا مشينا معهم بهي الخطه وجابوا ال 200. سيدنا انت يعني ماشي على سياسه توزيع الجهد بشكل صحيح 100%. يعني انت بتكاش الان، انا متحمس كثير فحماسي هذا يقتل جهدي. طبعا طبعا، وهذا احنا صحته من للطلاب كانت من البدايه اصلا. حلو، شوف هو احكي لك اياها، احنا بالاراء دائما نختلف، اكيد ما في شيء اسمه صح وغلط صراحه. يعني وجهه نظرك كثير مقبوله بالنسبه لي انا كمان، يعني لو قلت لي الحكي هذا من اسبوعين يعني كمان زهقتك كمان طاوشنا وياك. اوكي خلاص، يعني عجبك هيك انت؟ لا بس هسه تواصل، لا تتهاوش بعد الحصه، هسه بعد الحلقه الحصه. يا رب بخير، الله يسعدك، الله يعطيك الصحه. طب احكي لنا شويه شغلات عن تجهيزاتك لهم، يعني الان انت بتحكي عن بلشت تصوير. انا بعرف، نعم بلشنا، ما غصت كثير في الماده، لسه ماده التاسيس الان. بالنسبه لماده التاسيس انا ما اعطيتها تاسيس، نقول هو التاسيس بشكل عام. حلو، احنا تقريبا حصة التأسيس راح تكون ما يقارب 8 إلى 9 حصص. ممتاز. كل حصة راح تكون مرتبطة في حصة مباشرة في التوجيهي، يعني حصة التوجيهي متصلة بحصة التأسيس مثلا رقم 1. حلو. حصة رقم 2 مع حصة رقم 2 وهكذا. هو سيدنا شوف، أنا طبعا أستاذ أيمن غني عن التعريف، أستاذ مادة اللغة الإنجليزية، وأنا ويا زملاء حكم المادة طبعا. أحلى زمالي سيدي. بس. والله. تمام. هسه هو أنا بعرف شو اللي براسه، وإحنا متفقين على هذا الشيء، إحنا نتفق أنا وياك أستاذ أيمن إنه خلينا نقول إنه مثلا مادة التأسيس اللي احنا نطرحها
هي فعليا مش ماده التاسيس بنسبه 100% لانه لا زال في تاسيس داخل الحزب طبعا مليون بالمئة بالضبط. انت الان تتاسس بشكل عام، هذا باب بدخلك على المنهاج، يساعدني انا والاستاذ ايمن اللي قدام انه والله مثلا اعرف كيف اتعامل معك في مداخل دروس معينه. نعم. لانه اكيد اخواني في تاسيس، هسه في ناس ممكن تلاقيها نزل 20 30 40 حصه صح بس لا يدعي، لانه انا حرام اسسك بمعلومه راح تاخذها فصل ثاني. شكرا بدك فيها هسه؟ نعم صحيح. لا انا اعطيك الشيء اللي يخدمك هسه، يعني ما بدنا حشو فعليا. لا احنا لا في حرام موضوع حرام التاسيس بالضبط. يعني زي ما بحكوا تو ذا بوينت هو اللي احنا بدنا بدنا نضرب على الوتر الحساس احنا. والان انا بوجهه نظري يعني لما نيجي نحكي مثلا انت بالك 8 10 حصص ونفس الشيء اللي انا طلعت وقالت عم حصه قديش مفكر انت هاي بتكون نص ساعه وكثير يعني انت بتحكي انت فعليا خادمهم وكلنا ماشيين على نفس المنهج 100% على نفس الوتيره. ممتاز استاذ ايمن، احنا في باذن الله يعني طبعا استاذ ايمن هو مش بس من احد اعضاء الكادر التدريسي، هو احد اعضاء الكادر الاداري عندي هون في المنصه. كانت احدى اقتراحاته اللي راح ننطلق فيها ان شاء الله بعد العيد اللي هو ايش باص ماله. ان شاء الله باذن الله تعالى الله يقدرنا يا رب. باص مرسيدس فيتو سيدي. مين تسوقه؟ انا بدي اسوق بدل بس نظارات سود. هذا الباص باذن الله تعالى راح نطلع فيه على كل محافظات المملكه، راح يتم تسليم الدوسيات من معلمينكم معلمين الثراء باذن الله تعالى. كل معلم راح يسلمك الدوسيه بايده، بتقدر تسال الاسئله اللي بدك اياها يعني الله. في ايفنتات ان شاء الله راح يكون في كل ترجم. محافظه ايفنت يا رب بخير. طبعا هذا الحكي راح نبدا ان شاء الله بعد العيد، راح نرتب اموره وراح نعلن عنه بشكل رسمي في اللي هو على الفيسبوك، على جروباتنا، على صفحات الفيسبوك تبعتنا. فاكيد تابعوا صفحات الاساتذه اللي احنا دائما نطلع معهم، لان الكل باذن الله راح يشارك في هذا العمل ان شاء الله. طب استاذ ايمن اوكي خلينا نكون كمان دقيقين اكثر، لانه انت كلك علم وانا بتعرف حكم الزماله، بنحكي انا وياك كثير في المسجات والشغلات اللي بتوصلنا من الطلاب. الان استاذ انا بدي ابلش بعد العيد، شو جاهزيتك بعد العيد لمادتك؟ هل انت راح تكون جاهز خلاص طالبك يشتري بطاقه؟ 100% طبعا. الان هي الخطه اللي انا ماشي عليها باذن الله تعالى راح نكون مصورين اللي هو تاسيس جيل 2006. حلو. وراح يكون في حصص زوم ماده توجيه. ممتاز حلو. اللي اتابع مع طلابي اول باول، للي حاب يبلش، في ناس حابين تبلش بكير ما في مشكله، الان بعد فتره العيد ما في مشكله لو بلشنا، عشان تكون الامور واضحه. الان انا طالب عندك ححضر عندك على البطاقه، وكل فتره في مثلا حسب انت شو بتقيسها يعني حيكون في حصه مراجعه زوم اجباري طبعا. ممتاز. الان ممتاز. انت بعد ما تخلص التاسيس امورك 100% بتفوت مباشره على موضوع اللي هو الزوم، يعني حصه الزوم ما تحضرها غير تكون مخلص حصه التاسيس. والله هذا الصح ضروري جدا. هذا الصح. بعد كل حصه التاسيس راح يكون في عندك امتحان على جوجل درايف يقيس مهاراتك اذا انت تمكنت من التاسيس ولا لا، وراح تظهر عندك الاجابات طبعا بعد الامتحان. والسؤال المتعارف عليه اسئله اللي هي ضع دائره. اكيد طبعا بدك شيء يعني خلينا نحكي يضاهي اسئله الوزاره، اكيد نمطها وقوتها 100% يعني كثير. امبارح تواصلت معي طالبه بيقول لي استاذ بدي استاذ خصوصي يعطيني الازمنه بهاي ليفل مستوى عالي، انا ما بدي الاسئله السهله اللي احلها وخلص تمام ويوم الوزاره اتفاجئ بالمستويات الاخرى. فاحنا دائما بنرفع الليفل عشان الطالب يحقق الشيء اللي بدنا اياه. اكيد انت تصعب الموضوع، على الاقل بيجي الطالب يوم الامتحان ويقول والله هذا اسهل من ماده استاذ ايمن، بس يكون فاهم الموضوع. طبعا اكيد اكيد. نعم انت صحيح. بتدرج معه تطلع معه بشكل تدريجي 100%. يعني خلاصه الحكي الان اعلان اللي هو التاسيس قريبا جدا، ما بديش انا احط يوم عشان ما اضغطك فيه. أكيد. عارف برنامجك مضغوط. الان تاسيس قريبا جدا، بعد العيد بطاقه المادة جاهزة. جاهزة. نعم. الآن وأنت منطلق وبشكل سريع بعد العيد مع الآن مباشرة بإذن الله. هسا أنا بعرف أنا حضرت حصصك كثير للجيل 2005 على البطاقة كلها مزح وضحك، وهذا أنا حابب أقول لك لا تعيد التصوير، بس أكيد راح تعيد التصوير. أكيد طبعا. أكيد أكيد، لأنه كل مرة بتعيد تصوير بتطلع بالليفل أكثر إن شاء الله. يعني 2006 راح أشوفه أيمن جديد. طبعا. غير عن أيمن 2005 طبعا يختلف تماما. كل جيل له مسحاته له نقشاته. يا رب خير. طب نربط 2005 الآن، شو عندك ل 2005 في المرحلة الجاية؟ 2005 محضر لهم مكثف بإذن الله تعالى للامتحان الوزارة القادم إن شاء الله، الله يوفقهم ويفتح لهم يا رب. آمين آمين. مكثف شامل شامل المادة. نعم شامل شامل كل شيء، كل كبيرة وصغيرة. شامل كل شيء كبيرة وصغيرة، ضع دائرة، نمط وزارة، كامل أسئلة دسمة، كامل أسئلة متوسطة. كامل. حتى أنا ما بضمن الوزارة يا جماعة الخير، ما بقدر أضحي فيكم، ممكن اني اكتب لك اسئله اللي هو اسئله الري رايت، اسئله الحل المقالي. هو شوف هو هذا الحلو، انا هذا بيعجبني باسلوب كادر الانجليزي عندنا، ترى احنا مش من النوع اللي خلص مرتبطين انه والله عشان اسئله الوزاره ضع دائره خلص دائما كل شغلنا ضع دائره. احنا بنشتغل هيك وبنشتغل هيك، وهذا الشيء ترى اللي دائما بحطنا ببر الامان. وصار معنا قبل سنتين لما صار شوشر جيل 2003 اظن بشهر 3 قالوا لا يا عمي جزء كبير راح يكون كتابي، فالطلاب صاروا يفكروا ارتبكوا الطلاب فعليا. فاحنا طلاب الحمد لله كانوا في رايتنج، ما في رايتنج صح يعني صح. طلابنا كانوا مرتاحين، بقول لك يا عمي يخرف عليهم هالجماعه، هذول اللي اسسونا صح وشغلوا معنا صح، لانه احنا طلابنا حيكونوا قادرين يحلوا اسئله ضع دائره، زائد يحلوا اسئله ايش اللي هو الري رايت والحل الكتابي. طب ممتاز ممتاز.
طيب ايش رايك نطلع فاصل سريع؟ يلا الان هيك ناخذ انفاسنا وياك عشان نحمي على الشيء اللي بعده. فاصل سيد انور. إنها منصة الثراء يا سادة، ما زالت تؤتي أكلها، فها هو عامها الأول. نسأل الله لها التفوق والتوفيق. إنها منصة الثراء يا سادة، ظلها بعون الله ممدود وطلحها منضود، سامقة في الطول موقورة في الحمل. تعثكل عذقها وطاب ثمرها، وما نحن وأنتم فيها إلا كيعاسيب نحل وفدت على عسل. وقد طاب عسلها ودام عزها، فهي كشجرة صنوان وغير صنوان. معلموها يسرون الناظرين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أخوكم عمر جبل. وراح نغير مفهوم التعليم، وهذا الشيء مش كذبة نيسان، هذا الشيء واقع. بانطلاقة منصة الثراء التعليمية اليوم 1/4/2022. هذا البرنامج برعاية تاكس للمنح الدراسية. دونتس تايم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إن شاء الله، فنكمل الآن برنامجنا. وأذكركم بأهم الشغلات في برنامجنا اليوم. راح يكون إن شاء الله اليوم في تربيح جوائز قيمة، حيكون في عنا بطاقات، راح يكون في عنا حلويات سليم مش سليم صاروا بساعة بكتبه، وحيكون في عنا بلاي ستيشن 3. ثري بين. ليش انت صدمت؟ ثري خلي فش ثري يا زلمه فش ثري. طب فور فات ولا لحقت التو؟ طب ولعبت على الوان؟ انا والله زمان ايام كانت والله كانت ايام حلوه. نتندو؟ لا والله لا، ما لعبت عليها اتاري الفاميلي. الفاميلي لعبنا عليها بس في تربيح بلاي ستيشن 5 في مجال هيك مرجعه. لا وقت السؤال ترى هيها قاعده هون، هيها قاعده هون. لا خلي مخبى، خلي السؤال الثالث. السؤال الثالث راح يكون هو اخر سؤال يعني عليه تربيح اللي هو البلاي ستيشن 5 ان شاء الله. بس قبل ما ندخل بالتفاصيل هاي، في مداخله من استاذ قدير. الكل بيستنى فيه طبعا، الان الكل بيستنى فيه، انا متاكد كمان، لان هاي المداخله راح تكون مداخله هاتفيه من الاستاذ محمد الخياط، مدرس ماده الكيمياء عندنا على منصه الثراء التعليميه. لان بدي اعطيه تليفون علشان يرن علينا، هو عارف عشان ما يسبش علينا. بعرف وجهز الامور كامله حاليا. كتبت مفتاح خط المكسيك انت؟ مفتاح خط المكسيك. تمام. اسمع. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الدكتور احمد الثلجي من سيربح المليون. اهلا وسهلا دكتور احمد، حيا الله فيك وفي ضيفك الكريم ايمن سعاده، المشاهدين والمتابعين لهذه المنصه جدا منصه الثراء. يا رب الله جميعا. يا رب بخير استاذ محمد، الله يسعد هالمساء يا رب، يعطيك الصحه والعافيه ويقويك ان شاء الله. طمنا عن صحتك استاذي، كيف امورك؟ ان شاء الله امورك تمام. الحمد لله رب العالمين. يعني بهالمكالمه بتطمن الجميع الحمد لله، وبجوز الأغلب بيعرف إنه يعني مريت في ضرب الحمد لله رب العالمين، بس ما كان الآن يعني بفضل ربنا للشفاء. يعني مرحلة العلاج شوية يعني بتحتاج لوقت، بطمن الجميع مرة ثانية والحمد لله رب العالمين على كل حال. يا ربي خير. والله استاذ محمد لك وحشه عنا هون، وانا متابع يعني كل التفاصيل هاي معك وبسم الله ما شاء الله عنك، لكن انا حابب برضو كمان مشاهدينا يسمعوا منك شو القادم من محمد الخياط، شو محضر لنا محمد الخياط في المرحله الجاي؟ يعني استاذ محمد حاليا بس كنت بسمع في المكالمة. حاليا للامانه مرحله في 2005
تركناها على زملائنا المعلمين نكون واضحين. بالضبط. احنا محضرين ان شاء الله يعني القادم راح يكون ان شاء الله اذا ربنا اكرمنا والطبيب سمحنا في ذلك انا راح اكون كثير واضح. انها منصه الثراء شهر 6 تجديد 2006 زي ما وعدناهم جهزنا لهم صادق بسيات تاسيس ان شاء الله راح نشتغل على هذا الموضوع ونلبي الطموحات اللي يعني نتمناها لطلابنا نمشي معهم للامام ويكونوا في اعلى مرتبه ونحقق العلامه الكامله انهم ان شاء الله يعني بهمتنا وهمتهم يحققوها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والله استاذ محمد انت ما شاء الله صيتك سابقك يعني قدسيه الله يسعدك شكرا لك قدسيه التاسيس. انا لفت انتباهي كلمه قبل شوي تحدث فيها دولة الأستاذ أيمن سعادة وهي مهمة جدا مهمة يعني أنه نشتغل فصل فصل للتأسيس وهذا اللي أنا دائما بنادي فيه أنه أنت يعني تجزئ الأمور وهذا أفضل للطلاب هاي وجهة نظر أنا أكيد وبأيد أستاذ أيمن سعادة فيها وبأيدكم في الكلام الله يسعدك التأسيس اللي إحنا مجهزينه هو للفصل الأول والفصل الثاني هو تأسيس آخر بالفصل الثاني يعني هذا إشي راح يساعد الطلاب وأنا مؤيد جدا وإن شاء الله إنه راح ينال إعجاب جميع الطلاب يا ربي خير. والله الله يعطيك الصحة والعافية سينا ما شاء الله عنك يعني زي ما حكيت لك صيتك سابقك والطلابنا طلابنا في المنصة على بطاقاتك يعني كثير يعني بينوا يعني خلينا نحكي مدى تأثيرهم على الشيء اللي صار معك وكنا احنا متابعين أول بأول وانت قراراتك يعني كانت سديدة كانت في محلها و والله يكتب لهم كل خير ان شاء الله وانت ما قصرت معهم والله استاذ محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللي مريت فيه ظرف كاتب لنا يا رب العالمين أكيد. والحمد لله قاعدين نحاول نتجاوزه بهمة عالية وان شاء الله للقادم يعني زي ما حكينا قبل شوية الهمة عالية ونتمنى طلابنا كمان للسنة القادمة تكون همتهم عالية ان شاء الله اذا تسمعوا كلامنا هذا يعني رسالة اطمنوا انتم في ايادي امينه في داخل منصه الثراء سواء كان مني انا استاذ محمد الخياط او احد زملائي في السينيا وجميع المواد يعني منصه الثراء تحتوي على كوكبه ما شاء الله انا يعني عاشرت مرافقته سابقا اختيارك لاي معلم وانا هذا بنادي فيه جميعا للطلاب هو اختيار صائب داخل منصه الثراء لانهم ما شاء الله أصحاب خبرات ويعني كفاءات عالية والله أنت الخير والبركة أستاذ محمد الله يسلم عمرك ونشكرك على هاي التعليق الجميل منك والله ألف سلام عليك أستاذ محمد الخياط أخ لأخوانه يعني صراحة يعني هذا إشي بطيء ربي يكرمك أستاذ محمد الخياط جميع الكادر هون بسلم عليه الأستاذ وسام العبهري الأستاذ محمد المراجدة أنور الكل هون مشتاقين لك سيدي يعني طلابك جميعهم يوميا بيسألوا عنك هاي أنا شاهد قدامهم بحكي يوميا أنا بنسأل عن الأستاذ محمد الخياط في المدرسة جميع الكادر بيسأل عنك مشتاقين لك كثير كثير حتى طلاب المشتركين معنا في البطاقات نعم يعني نعم بيسألوا كل فترة وفترة والله بيبعثوا لنا سلامي للجميع سلامي للمعلمين والكادر اللي حواليك والمنتاج اللي خلف الكاميرا سلامي للطلاب زي ما حكينا قبل شوي الكل للأمانة يعني تعاطف مع الظرف اللي مرينا فيه الحمد لله رب العالمين دعاوي ودعاوي هالناس الطيبة الحمد لله رب العالمين كنت أتمنى صراحة أن اليوم أكون معك على هاي الطاولة يا رب. لكن برضو كمان بنعيد الظرف الصحي يعني لا يسمح بذلك صراحة الأيام هذا يعني ما خل يعني الظرف الصحي ما منعني إني أتواصل حتى أصلها في المكالمة يعني أنا سعيد جدا يعني. يا ربي لك الحمد نتشرف سيدنا الأيام الجاية إن شاء الله ورمضان ينعاد علينا جميعا بالصحة والعافية إن شاء الله السنة الجاي وبجيل جديد إن شاء الله بعدين اسمع عشان تكون بالصورة أستاذ محمد إحنا من يوم ما صار الشيء هذا اللي معك إحنا ما طقينا ولا طقة بالبلاي ستيشن هيدا نبيعها حتى نربحها خلص بدناش نلعب بلاي ستيشن يا سيدي إحنا سابقا كنا متواعدين دائما على إنه إحنا نلعب على فريق كبير صح والله يوم الدار اقسم بالله ما فتحته على الموضوع باب المداعب يعني موضوع شريط البيت انا يعني هو الوحيد اللي طب والله استاذ محمد هيني قدام المشاهدين ترى اسمع هذول المشاهدين عارفينك يمكن مش عارفيني انا بس بدي اسالك سؤال
هل هل بتفوز على الثلجي بشريط البيس؟ لا يعني الله عليك متفوق بالفيفا والبيس. يلا يا سيد قلبك سيدنا. لا لا بس إن شاء لا أنا والله أدائي خرب سيدنا من القعدة هاي اللي قعدناها. بطل يتدرب. وإلنا فترة شغالين على المكثف والله الواحد بطل يفكر بالبيس من مرة. يا ربي خير. بس لا إلنا لازم نرتب لنا قعدة إن شاء الله قريبا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي. يعني هاي اللغة البيس فوز والخسارة هاي يعني. الوسيله الترفيهيه بيننا احنا وزملائنا وداخل المربع ومع اخواننا. غلبتني قديه بالله احكيها احكيها على البث قديه غلبتك اخر مره؟ 8-1 يا زلمه. 9-1 يا زلمه. يا سيدي 9-1 يلا يسعد قلبك سيدي يسعد قلبك. بس هم الايد كانت خربانه انا عشان هيك. لا الايد احنا ما هو احنا بتعرف كيف هاي التمارين تساوت على ايد البيضة والايد السود بالضبط بالضبط اياها وخربوا لي اياها. يا رب خير. يعني شوف هاي مرات الوسائل الترفيهيه برضو كمان احنا يعني بشر مرات الطلاب واحنا بالحصص والمحاضرات والتصوير جانب الترفيه انه كمان موجود احنا يعني مش بس والله كلياته تدريب صحيح. تدريب تدريب حتى اذا بده يتحدانا حدا من الطلاب بس انا مش وقته حاليا. لا لا هذول خليهم بس يخلصوا امتحاناتهم. احنا جاهزين تعال عمي احنا بالضبط بس يخلصوا امتحاناتهم دوري نعمل للطلاب. لا يضرك يعني لا يضرك معلمين بس قادرين على انهم يضربوك اولهم الدكتور احمد خير خير. يلا يسعدك اولهم انا على راسهم كمان حبيب قلبي انت الله يسلم عمرك سيدنا. والله استاذ محمد عن جد زي ما حكى الاستاذ ايمن احنا عن جد مشتاقين لك هون فتحقق يعني تعافى بشكل سريع ان شاء الله وخلينا نكسب شوفتك ونرجع نشوفك هون منور منصتنا ان شاء الله. تمام انا بتشرف فيك ومشتاق لكم كثير وان شاء الله اول ما يسمح لنا الطبيب باذن الله تعالى على ممارسه العمل ومهنتنا الام والحبيبه اللي هي التدريس يعني انا راح اكون جاهز ان شاء الله. والله بتنورنا ازوركم يعني واتشرف اني انا يعني بدي اشتغل في منصه الثراء واكمل اللي بدينا فيه ان شاء الله. ما تقصر سيدنا واحنا نتشرف فيك دائما وابدا وبتنورنا باذن الله. الله يبارك فيك وتحياتي لكل الطلاب خاصه جيل 2006 همتكم عاليه التاسيس مهم جدا حاول استفيد منه اكبر قدر ممكن خلال الفتره القادمه وزي ما تفضل الاستاذ ايمن سعاد قبل شوي في جمله مهمه جدا يعني خلينا نحكي بشهر 7 خلاص هي بتبلش الماده المفروض واتوقع هذا المتفق عليه بين كل المعلمين تبلش التدريس الفعلي بعد عيد الاضحى هيك البرنامج اللي احنا رصينه ونحطه فيعني هاي الفتره كان بستغلها بالتاسيس حتى تكون امورك يعني متينه بهذيك المرحله الدخول الى الماده الثانيه. يا رب الله يخليك. التوفيق للجميع وكل الاحترام واشكرك دكتور. يلا يسعد قلبك استاذي وكل التوفيق لك ان شاء الله ولكل طلابك والمرحله الجايه ان شاء الله. ويعطيك الف عافيه ان شاء الله. شكرا شكرا على اتصالك سيدنا. اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك سعيد. هلا سعيد. هلا بك. استاذ محمد خياط. والله زميل فخم سيدنا زميل فخم ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع لنا ان شاء الله سلامه باذن الله يا رب خير. طيب الان اخواني اخواتي ربي يسعد مساكم مره ثانيه الان بدنا نرجع متحربقين على الاسئله ما انا والله اني عارف بدنا نبدا فيها بدنا نبدا فيها خلص قول يا رب احنا بس هدينا شوي القلوب طبعا الاسئله حتكون بين ايدين الاستاذ ايمن وهي ضابب الاجابات عشان ما حد يغشنا. شو رايك استاذ ايمن نبدا بالسؤال الاول نبدا بالسؤال يلا قول يا رب يلا اظهر لنا اياه على الشاشه يا انور يلا السؤال الاول راح يظهر على الشاشه الان ايش ما اسم الجهاز الذي سيربح هذا البرنامج برعايه تاتس للمنح الدراسيه يلا تمام يا انور السؤال الاول يا جماعه الخير واعملوا شير على قولت ابو المراجد والثلجي يلا ما اسم الجهاز الذي يستخدم في قياس الضغط الجوي؟ بدون غش لو سمحت هاي الأسئلة اليوم جدية لأنه في جوائز ثقالة سيدي لو سمحت على فكرة أنا اللي بكون من وراء ربحكم وأخسركم إيه أو رقم واحد أنوميتر
رقم 2 باروميتر، رقم 3 ثيرموميتر، رقم 4 أروميتر. كمان مرة، ما اسم الجهاز الذي يستخدم في قياس الضغط الجوي؟ 1 أنوميتر، 2 باروميتر، 3 ثيرموميتر، 4 أروميتر. لا تنسوا تعملوا شير، راح نستنى عليكم، بنعطيكم الفرصة عشان تعملوا شير. طبعا عشان تكونوا بالصورة الآن، راح نربح هون اللي هي البطاقات والحلويات المقدمة من دونتس تايم. نعم. حتى لو ربحت في السؤال الأول والسؤال الثاني، لك فرصة تربح في السؤال الثالث. نعم. يعني ظلك موجود، مش إذا ربحت السؤال الأول معناته خلاص ما راح تربح، ممكن تربح السؤال الثالث كمان. يلا الآن مرة ثانية، طبعا قبل ما ناخذ الإجابة السالي لازم أنوه على شغلة كثير مهمة إخواني. بكرة راح يصادف في منصة الثراء التعليمية اللي هو إفطار جماعي لكادر التعليمي والكادر التدريسي والإداري في منصة الثراء، وراح يكون هذا الشيء مقام في أحد الفنادق الموجودة عندنا في عمان، وعلى أثر راح يكون في سهرة هيك نتناقش فيها إحنا والكادر الإداري والتعليمي. لا لا بس نتناقش، ما في أكل. لا لا ما في شيء. راح نتناقش إن شاء الله في أمور بتخص المرحلة الجاية الخاصة في اللي هو جيل 2005 عشان مراجعاتهم، ونشوف كيف إن شاء الله الوضع بالنسبة لتجهيز بثوث لإلكم، لأن صرت أنا سامحها من أكثر من أستاذ عندي في المنصة عم بيحاولوا يرتبوا أمور معينة لإلكم إن شاء الله تخدمكم يا جيل 2005 في المرحلة الجاية. زائد أنه في أمور مهمة كمان راح نناقشها لجيل 2006، فعلى أثر هذا الحكي راح يكون في سهرة نوعا ما طويلة شوي، لأنه المواضيع هاي كثير حساسة بالنسبة لنا لأنه بتهمنا مصلحتكم، وعلى هذا الأثر ما راح يكون في حلقة لبرنامجنا اللي هو إثراءات رمضانية بكرة. يعني بكرة تقدروا تعتبروا أنه إثراءات رمضانية ما حيكون في حلقة، لكن مع الأهل. راح يكون مع الأسادة. مع الأسادة. مع الأسادة. لكن يوم الاثنين راح نرجع لكم بحلقة كثير قوية، وراح تكون الحلقة هاي باستضافة اللي هو الأستاذ عيسى بن ياسين مدرس مادة الفيزياء، والأستاذ والدكتور عفواً اللي هو إبراهيم أبو قعود مدرس أيضاً مادة الفيزياء. رح نشتغل إن شاء الله معاهم اللي هو يعني رح نحكي ونخص بالذكر اللي هو مادة الفيزياء بشكل خاص للمرحلة الجاية. لا تحكي الربحة لازم أغشش يلا حكي. عشان الكل يحضر يا جماعة، والله إنه إشي مرتب اليوم. أوكي بي أس 5 يوم الاثنين، آيفون 14 برو ماكس، نقطة انتهت. تكسير، اعمل شير واكسب الخير. بالضبط. طيب الآن ناخذ مرة ثانية، راح يكون يوم الاثنين آيفون 14 برو ماكس، تمام؟ ما تقولوا ما حكيت اعمل لكم. الشير، اعمل الشير يا جماعة الخير واكسب الخير. صح. طيب الآن ما تنسوش موعدنا يوم الاثنين، معناته بكرة ما في لقاء، لكن يوم الاثنين في لقاء من الطراز الرفيع، يعني راح يكون شيء ممتاز، وراح يكون في تربيح جهاز اللي هو آيفون 14 بلس برو ماكس. برو ماكس ان شاء الله. طيب ناخذ الان الرابح الاول. يلا يلا. احكي لها نورك. والله نورك يا حجه، نورك يسعدك. نورك الله يقويك يا رب. طيب هيك عشوائي يا دكتور. يلا سيدي. بسم الله بسم الله. عبود هداب، شوف عبود لي عبود هداب يا انوار، وشد لي على موضوع الشير الله يرضى عليك. عبود هداب يلا. بالانجليزي طبعا. عبود في حال كنت الرابح معنا الان، بالنسبه لهذا السؤال جائزتك راح تكون اما بطاقه مقدمه من منصه الثراء التعليميه، كنت طالب 2005 راح تكون بطاقه مكثف او بطاقه فصل ثاني الان هي شغله، او الان اذا من جماعه الحلو وبتحب الحلويات فالان بامكانك تحصل على جائزتك مقدمه من دونتس تايم. تتواصل معنا، بنشبكك مع مدير الفرع تبعهم الان عشان يرتب لك امور اللي هو الجائزه. نتأكد إذا عامل شير. عبود هداب مش عامل شير. عبود الله يسامحك. عبود مش عامل شير. شكلك مسكر الصفحة. تمام. طيب. إذا عامل شير. إذا عامل شير عبود ابعث لي مسج سكرين شوت يا حبيبي. بالضبط. عشان نتأكد. بالضبط. طيب نشوف لنا رابح ثاني. خلينا نطول بالنا. هذا عبود من طلاب المركز، متفاعل رقم واحد سيدي. حلو. حلو. فنتأكد من وضعه. لان اخواني بحب اذكركم كمان بالعرض القائم من منصه الثراء التعليميه. احنا نزلنا عرض العرض السفاح. العرض السفاح. السفاح استاذ طارق. تتصدم. تتصدم. واضح. الان الان تذكير بالعرض اخواني واخواتي، الله يسعد مساكم يا رب.
أي بطاقة فصل ثاني الآن على منصة الثراء التعليمية سعرها ممتاز. عبود عامل شير. طيب عبود عامل شير قدام الكاميرا يا أخوان هي بعت لي. طيب زقفوا له. مبارك أبو هدير. مبارك حبيبي. مبارك عبود. طيب الآن مرة ثانية تذكير بعرض الثراء أي بطاقة فصل ثاني بقيمة 25 دينار بمجرد ما حصلت على هاي البطاقة راح تحصل على بطاقة الفصل الأول بشكل مجاني يعني. فصلين ب 25 دينار على منصة الثراء والعرض مدته 3 أيام. احكي لهم عبود شو بطلب قاعد. قبل شوي عملت دونت. دونت بده دونت. اه بده البي اس 5. على السؤال الثالث عبود. على السؤال حرك على السؤال الثالث. يلا معلم يلا بتكون. بس هي اول سؤال ربحت. لا ننتقل على السؤال الثاني. يلا سيدي يلا. تعرض لنا يا انور السؤال الثاني حبيب. السؤال الثاني انجليزي. السؤال الثاني انجليزي. نعم راح يكون مفتاح لحوار مهم جدا لطلاب اللغة الإنجليزية. يلا. عرضت السؤال. السؤال بيحكي لك choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. نعم. He always فراغ منسف. أهم شيء المناسف يا جماعة. He always فراغ منسف when he was alive. A eats. B eat. بدون تغشيش يا الثلج بالله عليك. C is eating. و D eat. هذا سؤال مهم جدا. كمان مرة. في تريك واضح. كمان مرة. He always فراغ منسف when he was alive. عنا رقم 1 eats. رقم 2 eat. رقم 3 is eating. رقم 4 eat. بنستنى منكم الإجابات. ركزوا منيح بالفرق. دكتور. هيك أنا ما دخلت بصراحة. أبدا. شكرا شكرا شكرا. تمام تمام شكرا على ملاحظتك استاذ طارق. ممتاز صح اجابه صح ممتازه. اعطينا ما في داعي اليوم هي غيرت انا خايفك فسع الزوم لا لا بيني. طيب حلو شوف الاجابات استاذ كيف انها مختلفه صح في اختلاف وهذا السؤال مهم جدا وعشان هيك طرحته. سوزان المداني. سوزان انت ايش بدك اجابه 2 ولا اجابه 4 اختاروا جواب واحد بالضبط عشان لما نختار نعرف شو اختار جد لازم نرحب فيه والله طبعا اول شيء بنحب نرحب ب متابعنا السيد ابو ايمن القصراوي والد الاستاذ ايمن سعاده اهلا وسهلا فيك استاذنا اهلا وسهلا فيك الله يسعد مساك يا رب يعطيك الصحه والعافيه وان شاء الله رمضان كريم وعيدك مبارك ينعاد عليك بالصحه والعافيه يا رب هذا يحترم وبحط راسي من هون صحيح يلا اخواني الان بدنا الاجابه للسؤال عشان نعلن عن الرابح لهذا السؤال هذا المفروض هذا السؤال عملته هو اللي عملته للبي اس 5 في سؤال جميل للبي اس 5 يعني بتناسب معنا وعلمنا طيب سؤال مرتب انوار احس الزوم تصير شيء نعطيهم شوي مجال ولا نعلن عن الفائز ولا نصبر والله سيدنا انا شايف لا انا مش شايف انه حدا في له مجابتين صراحه اصلا لا مش هذا كثير بنحكي فيه هذا طيب يعني طلع سؤال مهم جدا قصدها عن هاي فهي الوحيدة يعني أكيد 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 طيب معناته خلص خلنا نأخذ الإجابة يلا. طيب يا جماعة الخير طيب تمام يلا. طيب يا جماعة كمان مرة نقرأ السؤال هي والوز فرار منسف when he was alive الآن أنتوا أغلبكم انتبه للكلمة الخداع أو زي ما بنحكوا الكي وورد الخداع اللي هي الموجودة عندي هون always وإحنا بنعرف إنه استخدام always دائما نستخدمها with simple present وهذا الإشي يا جماعة الخير بدكم تدير بالكم منه كثير من الطلاب بيحكي لك أنا لازم أحفظ الكي ووردز الكي ووردز هي كل شيء مش كل جملة فيها كي وورد هي إجابتها صحيحة بدكم تدير بالكم هذا الأسلوب أسلوب قديم جدا وخداع
ضروري جدا لما تدرس اي قاعده تدرس الفانكشن الاستخدام لها. انا اليوسز اللي بنحكي عنهم دكتور اللي هو الاستخدام للقاعده. الان اوكي هو حكى اولويز بمعنى دائما، بعدين كتب when he was alive لما كان عايش رحمة الله عليه، وبالتالي هذا habitual action متى دكتور؟ in the past. معناته حدث ماله متكرر أو إيش؟ إشي اعتيادي؟ إشي اعتيادي عادة في الماضي يا جماعة الخير. ما بستخدم هنا لا eat ولا eats ولا is eating. الجواب الصح هو eat. نعم الجواب الصح هو eat يا جماعة. فاللي جاوب معنا رقم أربعة كانت وحده هي بس اللي هي سوزان، سوزان المدني، سوزان المدني او المدني، المدني اتاكد لي والله من سوزان المدني. سوزان المدني تحيه استاذ لطالبته، شكرا جزيلا لهذه الاجابه الفخمه رائعه جدا. من اول مره جاوبت رقم أربعة. سوزان لو سمحتي تبعتي لي سكرين شوت، لو سمحتي سوزان تبعتي لي سكرين والله استاذ ايمن شوف اكون معك صريح حتى لو ما كانت عم والله بتستحق انه هي الوحيده اللي مجاوبه اصلا والله هي الوحيده اللي مجاوبه. نعم صحيح ممتاز ممتاز. وبالتالي بنقدر نقول مبارك مبارك لاخت سوزان، وبتقدر تربح معنا دكتور اللي هو الزقفه يا جماعه الزقفه. متميزه والله والله متميزه باجابتك سوزان. السؤال هذا استاذ ايمن اذكره ملاسف الموتى. نعم ولما كان عايش هاي عامله شير، عامله شير ريت والف الف مبروك. نذكر بالجوائز دكتور مره ثانيه. يلا الان سوزان الان جائزتك اذا كنت طالبه 2005 بطاقه فصل ثاني او بطاقه مكثف، واذا كنت جيل 2006 بامكانك تربحي الان اللي هو بطاقه اللغه الانجليزيه للاستاذ ايمن سعاده الان لجيل 2006. اذا كنت من عشاق الحلويات فبالتالي دونتس تايم افضل خيار لك اكيد الان. وسلامتك بس يسعدك. لانه بديش اقول PS5 لها PS5 للسؤال الثالث بالضبط. بتحب هسه نطرحه ولا كيف؟ عندك في سيدي السؤال الثالث عليك. استاذ انور لو سمحت سؤال المليون. سؤال 700 ليره نعم بس يطلع السؤال عشان يقيس السؤال على الاشي اللي نطلعه. يلا يا رب يا الله. وهيو وصل الغالي يا مو وصل الغالي. اي السؤال هذا السؤال بيستحق جهاز بي اس 5 دكتور. يلا سيدي انا والله ما بعرفه لسه. يلا اسمع السؤال. يلا يلا نشوف السؤال. يلا يعرض لنا السؤال. السؤال بيحكي في اي دقيقه احرز لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس هدفه في نهائي لشبونه دوري ابطال اوروبا امام اتلتيكو مدريد اللي هي بطوله العاشره؟ ايه او رقم 1 92 و46 ثانيه، الخيار الثاني 92 و47 ثانيه، الخيار الثالث 92 و48 ثانيه، او عفوا الفرع الرابع 92 و49 ثانيه. كما مره نعيد السؤال. في اي دقيقه احرز لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس هدفه في نهائي لشبونه دوري ابطال اوروبا امام اتلتيكو مدريد؟ 1 92 و46 ثانيه، 2 92 و47 ثانية، 3 92 و48 ثانية، 4 92 و49 ثانية. انت عقدتها كثير. لو خليتها دقيقة مثلا لو لا لا هي بالثواني لانه العاشق المدريدي للمرنج بيعرف الثواني سيدي. والله نعم صحيح. هذه البطولة العاشرة، هذه البطولة العاشرة. طلع طلع الاجابات اللي عفق كلها عارفة ما شاء الله. نعم 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 هاي المدريديين الاصيلين سيدي بينوا. يلا شباب الكت السناكو. اذا سوزان المدري عمالها بتجاوب سيدي. مدريدية اصيلي يا امل. هذا مدريد. شير شير يا جماعه شرط تكونوا عاملين شير. هذا السؤال راح نشدد عليه جدا جدا جدا. هاي سيدي انا برشلونه عارف الاجابه. خليك على جنب. برشلونه عارف اللي نط في ايده جابها. والله تعرف شو استاذ ايمن شوف شوف محل المداخله من ابو ايمن القصراوي والد استاذ ايمن. الله يستر. يقول لك انا بشجع برشلونه. ابوي برشلوني نعم ما فيش ربي يقول لي. يعني هو جاسته بنشيا كلها بالضبط. الله يسعد مساك عم ابو ايمن يا رب. طيب يلا اخوان يلا انا شايف التعليقات ممتازه الاجابات كلها بتجاوب قاعده. طيب ما بدنا هديه ولا ايش هو ما بدنا الهديه. والله هذا الصح والله عافية عليك عمي. راح نصبر عليكم. يلا شير شير يا جماعة شير 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 سريع سريع والإجابة شير والإجابة سريع سريع. طبعا السحب راح يكون عشوائي يا جماعة عشان تكون بالصورة مش أول واحد شارك بحكم أنه في ضعف نت عند بعض الناس وفي ناس عندهم نت فايبر
فمن باب العدل رايحين نحرك بسرعة الكومنتات ونشوف مين اللي راح يربح معنا بإذن الله تعالى. جاوبت صح يعني. أمي. أمي خلاص بتحب اللي أنا بحبه سيدي. أبداً. مدريد طبعاً. سؤال صعب الأستاذ أيسر فحمة وبحكي لك. مش مدريد شكله. شكله من جماعتي. شو بتشجع أنت؟ برشلوني؟ لا. الله معافينا وعافينا. ولا حتى من جماعتك. لا ملوش دخل فيا كلياً. تشيلسي ما في غيره سيدي. شير شير يا جماعة شير 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 شير. هذا سؤال مليون. يلا سيدنا. تحية لأمي على راسي من فوق. الله يسعد مساك يا أم أيمن. يسعد مساك يا رب. حيي أم أيمن. يعني أبوي أبو أيمن إيمي شو بدك تقول؟ صح. الله يسعد مساك يا أم أيمن ويسعد كل أوقاتك ويا رب تكوني يعني دائما مبسوطة بأدائنا وشغلنا ودعواتك لنا عشان ربنا يوفقنا إن شاء الله. الله يسعد مساك يا رب. الله يقويك إن شاء الله. هذا واحد اسامه الخياط بقول لك بدنا بيس بدنا شريط بيس هيو عندي هون طالع والله استاذ اسامه الخياط الله يسعد مساك سيدي والله بدها قاعده راح نرتبها ان شاء الله بنرتبها تعليقات شير بنرتبها نسوا الموضوع عشان تكون بالصوره اي كلمه بنرتبها لا احنا بعد هذاك خلص صارت بنرتبها حقيقيه ما في شيء تمام بنرتبها سيدي اسامه بنرتبها ان شاء الله يلا يا جماعة سريع شو دكتور نصبر شوي ولا والله أنا بقول خلاص يعني كفاها الله أبوي بيقول لي حافظ على السرية حاسد ينشر غسيلي يا زلمة أبو بيمن لازم أجيبك لقاء معي هون والله لازم أجيبك شكلي سيدنا يلا بسم الله ها هاي قدامك دكتور ها يلا سيدنا بسم الله ها 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 هاي الاسم برنسس جود برنسس جود اتاكد من الشير بالله يا محمد جدا وبعدين بنت بي اس 5 والله كثير طب احنا مش لازم نربطها في شب لا في بنات بيلعبوا العاب على البي اس 5 نعم صحيح برنسس جود اعطينا بس دقيقة. طبعا الشباب بيقولوا يا رب مش عاد لي شير يا رب مش عاد لي شير والله هاي يعني الوحدة أعصابه طبعا الوحدة أعصابه برنسس جود لا ايش عاملة والله عاملة مبارك ريتو ألف مبروك يا جود بتستاهل نصيبك والله ريتو ألف مبروك أنا استغربت إنه نصيب بنت عن جد سبحان الله كيف يا أخي بتسأل بقدر أبيعها بتبيعيها عادي اسمعي هاي 200 ليرة أجي عليها لك مصلحة كيف هي قوية أنا جايبها واحدة الله حرام عليك أنا أخذها حرفية لا ما في أنا أعطيتها بس شو هاي بتصير مزودات يلا خير يا ريتو ألف مبروك يا جماعة برنسس جود طبعا برنسس جود اكيد انت عارفه رقم المنصه فضروري تتواصلي معنا معنا هاي توصيلها مجانا بالضبط حيوصلك اياها بشكل مجاني وترى اذا انا مش شايف وين المشكله اذا كانت سكان جرش لا بسينا او جرش اوكي عمان او جرش ما في مشكله انا مش شايف وين المشكله تروح انت تقدم الهيئه انا ما عندي مشكله بوصلها براسي والله شيخ والله بوصلها اسمعي والله جود بس جود انت ربحتي هي ترى ربحت معنا قبل فتره كمان جود ربحت معنا اخذت دونتس بدك 100% طب وجود مش غلط لو تحكي له الأستاذ إما بشكل شخصي يعني وشو رأيك أنا أمون عليك تهديها إما إذا 2005 هديها بطاقة مكثف تمام وإذا 2006 بطاقة مادة تكرم يعني يا جود تكرم بس مش للبيع والله مش هدية للبيع هدية ثقيلة والله عمي تستاهل هدية سيدي خلص هاي الحج والحج رهيب عليك يعني إذا 2005 بطاقة الفصل الأول والفصل الثاني مع الدوسية ممتاز عفو. إذا 2006 بطاقة الفصل الأول إن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية ما قصرت طيب هيك إحنا وصلنا ل طلع في واحد حاط 400 والله وفي واحد بيضرب عليه قاعد بدي اشتري يقول لك حق 400 عشان في عام 200 يا ستي اسمعي 350 ولك ثلاث بطاقات مجانيه يلا يا المشكله بالشغل المشكله ما تكون طالب التوجيه طب ننزلها شوي لا باش تخاف لا لا مش بخذينها بدي اشوف الزلمه حبيب الله يسعدك اسيدنا طيب عن جد شكرا لك يسعد يعني حلقه عن جد هيك حلوه ونكتها جميله وما شاء الله عنك تواجدكم والله يلا يسعد قلبك سيدي شو عندك هيك كلمه ممكن تختم فيها للمشاهدين تبعونا سيدي اكثر من الكلام اللي ابتدات فيه ما في تمام يشد حالهم للفتره القادمه الفتره القادمه خلصوا بتاسيس جماعه الخير وحضروا حالكم لحصص فخم باذن الله تعالى زوم 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 اجلناها لبعد رمضان عشان ما تتحججوا بالمواعيد بالضبط بعرف اغلبكم بقول لك سهرات وعائلات وكذا
لا راح يكون في مواعيد متفق عليها عند الجميع. راح يكون في عندنا حصتين منهاج، وركزوا لي على موضوع المنهاج، يعني تفاعلي، يعني تقدر تسأله براحتكم. بارك الله فيكم، يلا يعطيك الصحة والعافية. ربي يكرمك حبيبنا، الله يرضى عليك. اخواني اخواتي، ربي يسعد مساكم، يعطيكم الصحة والعافية. اشكر تواجدكم اليوم بحلقة يعني عن جد كانت كثير ممتعة منكم ومن الاستاذ ايمن سعادة، ما قصرتوا ان شاء الله. نلقاكم باذن الله بموعدنا يوم الاثنين ان شاء الله. تنسوش بكره حيكون في عندنا اجتماعات يعني خاصه في الكادر التعليمي والاداري عشان نناقش اهم المواضيع القادمه بالنسبه ل 2005 و2006. فحلقه اثراءات رمضانيه لن تبث غدا، ولكن راح نزودكم بصور حلوه ان شاء الله. راح ننزل لكم صور حلوه لنا ان شاء الله. ويوم الاثنين باذن الله اللي هو بث الاثراءات الرمضانيه راح يكون مع ضيفنا اللي هو الاستاذ عيسى بن ياسين والدكتور هاني، عفوا دكتور ابراهيم ابو قعود، نعم مقدم الحلقه الاستاذ محمد المراجدي. ممتاز، راح يكون متفقاً عليه. متفقاً عليه، خلاص ما فيش فيها. وراح يكون في تربيح آيفون 14 إيش بلس؟ برو ماكس. برو ماكس. هيك حكى لي هو والله. أنا ترى على فكرة ما قال لي ما تنشر. لا خلاص. بس أنا غششتهم والله العظيم، والله ما حكى. إذا افتح على صفحات بقول لك مفاجآت. هو ما يحب يحكي. أنا حكيت لكم. يا رب خير. الله يعطيكم الصحة والعافية إخواني وأخواتي وموفقين. ألقاكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم اللي هو بعد بكرة، وحتى ذلك استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية تاتس للمنح الدراسية دونتس تايم.